الظهيرة من العراقية الرياضية، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى أبرز العناوين. القوة الجوية يعود لصدارة الدوري الممتاز، والزوراء يواصل إهدار النقاط بتعادله أمام الكرخ. في كلاسيكو السيدات، القوة الجوية يحقق الفوز على الزوراء في دوري الصالات. مصاف الشمال يفوز على خيبيل اليمني في منافسات بطولة الأندية العربية للكرة الطائرة. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. تغلب القوة الجوية على مستضيفه زاخو بهدفين دون رد في المباراة التي جرت بملعب زاخو الدولي ضمن منافسات الجولة 18 من الدوري الكروي الممتاز، ليعود الصقور لصدارة المسابقة. ضمن مباراة الدور 18 من المرحلة الأولى للدوري الممتاز وبحضور أكثر من 20,000 متفرج، استضاف نادي زاخو على ملعبه فريق القوة الجوية. في الشوط الأول من المباراة وضع اللاعب مهند عبد الرحيم فريقه الجوية في المقدمة بتسجيله الهدف الأول في الدقيقة 28. خلال هذه الفترة الأخيرة نحاول صححنا بعض الأخطاء الموجودة ونحاول نبحث عن أداء مع مقترنة بالنتيجة. الحمد لله اليوم تحقق أداء والنتيجة، رغم أكو بعض الأخطاء اللي حدثت خلال المباراة نحاول نعدل بها ونصحح بها. في الشوط الثاني وفي الدقيقة 85 ضاعف المحترف التوغولي كريست موجالا النتيجة لصالح الجوية لتنتهي المباراة بفوز القوة الجوية بهدفين مقابل لا شيء لزاخو. وبهذه النتيجة تمكن الجوية من استعادة صدارة الدوري من فريق الشرطة بفارق الأهداف بعدما رفع رصيده إلى 38 نقطة، في حين تراجع زاخو إلى المركز 13 ب21 نقطة. أكيد طبعا 3 نقاط مهمة للحفاظ على الصدارة، إن شاء الله القادم أفضل. نشكر اللاعبين والكادر التدريبي على هذا المجهود اللي بذلوه لهم المباراة، وشكرا لرابطة نادي القوى الجوية، شكرا أول ترا، شكرا المجانين، شكرا لكل بحضورهم اليوم المباراة. نقول الحمد لله وشكرا على كل حال. ممكن هاي الخسارة احنا يعني نستفاد من عنده، وهاي الأخطاء اللي صارت بهاي المباراة إن شاء الله نتمنى إنه المباريات اللي جاية ما تتكرر. اياد برواري، العراقية الرياضية، دهوك. فرض التعادل بهدفين لكل فريق نفسه على لقاء الكرخ والزوراء الذي أقيم في ملعب الساحر أحمد راضي ضمن الجولة 18 من ممتاز الكرة. معاناة مستمرة للزوراء ونقطة ثمينة للكرخ، هذه محصلة لقاء الفريقين بالجولة 18 للدور الممتاز، والذي انتهى بالتعادل بهدفين لكل منهما. شوط المباراة الأول كانت الأفضلية به للنوارس نسبيا، لكن دون خطورة حقيقية على المرمى مع محاولات خجولة للكناري. استمرت دقائق هذا الشوط على هذا الحال حتى الدقيقة الأخيرة منه، التي أعلن من خلالها علي يوسف التقدم للأبيض، معلنا الأفراح لجمهور الزوراء المتعطشة للفوز منذ 3 أدوار. لكن نصف اللقاء الثاني شهد تكرار معاناة أبناء أيوب أوديشو مع غياب التوفيق وانهيارات دفاعاتهم، فقد تعادل الكرخ عبر نهاد محمد، فعادت الحيرة تضرب أذهان النوارس حول ما يحدث لهم، فزادوا من هجماتهم من أجل التسجيل، فتحقق ما أرادوا عبر علي بشماني هدف ظن الزوراء من خلاله إنه سيتذوق طعم الانتصار. لكن وسط أفراح جماهيره أدرك جعفر عبيس التعادل للكرخ قبل نهاية اللقاء، ليعلن استمرار معاناة الزوراء على صعيد النتائج ونقطة ثمينة أهداها لفريقه. بهذه النتيجة أصبح للزوراء 33 نقطة في المركز الخامس، فيما أصبح للكرخ 23 نقطة في منتصف جدول الترتيب العام للدور الممتاز. العراقية الرياضية، أرشد العطار.
أبدى الجهاز الفني ولاعبو الكرخ عن سعادتهم بالتعادل أمام الزوراء في الجولة 18 من الدوري الكروي الممتاز. مبارك الفريق حقيقة اليوم أدوا أداء ممتع، نقدر نقول عليه جيد قياسا بالمباراة الأخيرة، لكن تعرف المباراة الجماهيرية والزخم الجماهيري اللي كان موجود بالملعب شوية أثر على لاعبينا، تعرف أغلبهم لاعبين شباب، لكن نقطة من نادي الزوراء نقدر نقول عليها إيجابية، وحقيقة نتألم على وضع الزوراء بالفترة الأخيرة حقيقة يعني بسبب الوضع العام اللي يمر بيه، نتمنى ان شاء الله يرجع لسكه الانتصارات. الحمد لله والشكر، يمكن نقطه جيده افضل من لا شيء، يمكن صرحنا انه ملعبنا دائما يكون صعب على اي فريق، الزوراء كان مطالب بالتعويض ايضا يمر بنتائج سلبيه، لكن قدرنا نوقف نتصعب نادي الزوراء الحمد لله والشكر. يمكن شفت كنا سيدين اغلب المباراه، قدمنا مباراه تليق بينا كلاعبين وتليق باسم نادي الكرخ، والحمد لله والشكر نقطه ثمينه من نادي الزوراء. الزوراء كبير يمتلك لاعبين جيدين، اداره، كادر وجمهور، الحمد لله والشكر كلاعبين شباب نقطه ثمينه الحمد لله احسن من الموقف. فيما عبر حارس مرمى فريق الزوراء علاء قاطع عن اسفه حول النتائج الاخيره للفريق، مقدما اعتذاره لجماهير النوارس. بالفريق وضغوطات نفسيه اللي جاي يمر بها اللاعبين، يعني ما اتصور انه فريقي يحصل هالقد فرص ويهدرها، اكيد لما تهدر انه بالشوط الواحد تهدر لك خمس فرص، فرادات، واحد ضد واحد، اثنين ضد اثنين، ثلاثه ضد اثنين، علاء عبد العباس ضد الحارس، يعني كل الفرص اللي الفرديه صارت انه بس من تضيع هيك فرص اكيد تستقبل هدف، وشون اهداف تستقبلها يعني مع الاسف. المهم كل احنا نتحمل مسؤوليه اكيد، علينا مراجعة نفسنا ونعتذر من جماهيرنا أكيد، إن شاء الله ربي يعني تصحيح المسار بقادم الأيام إن شاء الله يا رب. تعادل فريق الطلبة مع مستضيفه نوروز بهدف لكل منهما في المباراة التي جرت بملعب فرانسو حريري في مدينة أربيل ضمن مواجهة الجولة 18 من ممتاز الكرة. العنيد متصاعد الأداء بوتيرة الشبان نوروز واجه الطلبة. الطلبة جاهزون لامتحان نوروز، السؤال الأول من سيسجل الأول؟ بدقيقتين أجاب مرتضى علي عندما حرك شباك الأبيض. واجه العرين، تحضر، سدد البرازيلي روان، أخطأ التوقيت. الروان أجاد الإتقان، توغل، تأنى، ركز، سدد، ثم احتفل بهدف التعادل. التعادل ظل سيد الموقف، لا مزيد من الأهداف في الشوط الأول. صفر الحكم، انطلق الثاني، أداء متوسط، الخطورة غائبة، لاعب رتيب باستثناء رأسية حسين عبد الواحد بها تألق دولوفان وأنقذ الطلاب. سجال مستمر، الوقت يمضي، بالدقائق الأخيرة صحوة قصيرة، هذا حاول والآخر أضاع، الهدف عصيا. النقطة لكل فريق عنوان المباراة، مباراة بها قاد نوروز ولي كريم من مدرجات الملعب بعد عقوبته بالحرمان من مباراتين متتاليتين. أروى عامر، العراقية الرياضية. أكد لاعبو فريقي نوروز والطلبة عن رضاهم بنتيجة المباراة التي أقيمت في ملعب فرانسو حريري بأربيل. فريق كبير وله قاعده جماهيريه، بس احنا يعني الحمد لله والشكر حصلنا نقطه من مباراه صعبه، تبديلات صحيحه من الكابتن، يعني تبديلات صحيحه ولياقتنا البدنيه هم، واستغلينا صعود فريق الطلبه، الطلبه يعني يهاجم واحنا قمنا يعني نهاجم هم، من كانوا يصعدون احنا نرجع نهاجمهم، فصارت يعني هجمات صعبه عليهم، والله نقطه عادله واحنا سوينا هجمات اخطر، يعني كان ممكن تكون ثلاث نقاط لنا بس ما حالفنا الحظ، ان شاء الله بالقادم. نتيجه عادله، تقدم الفريقين مباراه صعبه جدا على فريق الطلبه، الفرق المهمه وبالصداره صراحه، احنا قدمنا مباراه جيده صراحه، بعض يشكل علينا انه نلعب كره عشوائيه وكره طويله مثل ما شفت اليوم، كره ممتعه صراحه، قدم فريق نوروز شخصيا بنت من العام الماضي للفريق. مهمة صعبة لجل هذا الفريق صراحة، أي لاعب اللي قدم الفريق العام الماضي أيضا يستمر عليه هذا السنة بلعب كرة القدم الممتعة، لا تعرف إحنا مو ملعبنا، ملعبنا خارج ملعبنا نلعب كرة ممتعة، وهذا ما
اشكال اي مدرب دائما يبحث عن الكره الممتعه. فريقنا ما ماشي طريق الصحيح من توقف مال الخليج لحد ما نخسر الحمد لله والشكر، وهذا المطلوب من عندنا. اتمنى ناخذ 3 نقاط اليوم حتى المباراه السابقه ضد اي فريق نلعب احنا مثل ما شفت كرم اجتنا فرص اليوم ما توفق الفريق الحمد لله والشكر، تعادل مع فريق الطلبه ومثل ما تعرف احنا ملعبنا ملعب اربيل ايضا سافر مثل ما قالنا الطلبه سافر احنا ايضا سافرنا، فاعتقد نقطه عادله الحمد لله والشكر. اعتقد الفريق يمر بوضع عدم توفيق مو طبيعي، هاي مثل ما تفضلت خسرنا 5 نقاط بهاي المباراتين، لازم نراجع نفسنا الكل بما فيهم نتكلم حتى يعود الفريق للمنافسه مره ثانيه. حاليا نهايه مباراه على نهايه المرحله الاولى بارضه كمان النجف، لازم تكسبها حتى تبدا بدايه جديده بالمرحله الثانيه ويبدا الفريق ينافس مره ثانيه. اتمنى نصحح الاخطاء اللي ظهرنا بها هذه المباراتين. احنا اصلا نلعب للجماهير، الجماهير جايه قاطعه مسافه من بغداد الاربيل، تريد فريقها متصدر، فريقها العام مركز ثالث، السنه منافس من الصداره الى اعتقد مركز رابع حاليا بعد هذه المباراتين، حقهم كل الحق لهم بما فيهم احنا مقصرين خلال النتائج. اتمنى نرجع لوضعنا الطبيعي مره ثانيه ونفرح الجماهير. فقدنا نقطتين بهذه المباراه، لكن المباراه كان خارج ارضنا، فريق نورس فريق قوي فريق مجتهد. انا وجه نظري نقطه خارج الارض احسن من لاشين، صحيح احنا كنا نقدم متقدمين بالنتيجه. احنا اليوم ضيعنا تركيز بالاخر الهجمه اخر لمسه، علينا نعيد انفسنا ونرجع لسكة الانتصارات خلال باقي المباريات. انا اشوف يعني لاعبين مضغوطين، لاعبين دائما يريدون يقدمون مستوى جيد، دائما يريدون يفوزون حتى يبقون بالمنافسه مثل ما يقولون، لكن هسه احنا هم بعدنا بالمنافسه، 4 نقاط مش فرق كبير بيناتنا، احنا بعد مباراه الله ينتهي المرحله الاولى وان شاء الله المرحله الثانيه او باقي مباريات نصحح اخطائنا ونعيد وضعنا خلال الانتصارات. حقق فريق الصناعة فوزا ثمينا على نفط البصرة بهدف دون مقابل في المباراة التي أقيمت في ملعب الصناعة لحساب الجولة 18 من الدوري الكروي الممتاز. مواجهة من أجل العودة إلى طريق الانتصارات والخروج من مناطق الهبوط، هذا ما كان يبحث عنه فريق الصناعة في مباراته أمام القادم من جنوب العراق فريق نفط البصرة الذي دائما ما تكون زيارته إلى بغداد محملة بالنقاط 3. ماجد جواد كان أول المهددين لمرمى نفط البصرة، لكن كرته ابتعدت قليلا عن المرمى. صاحب الأرض لم يكتفي عند هذا الحد، بل ظل يحاول على أمل افتتاح التسجيل، لكن جميع محاولاته لم تصفر عن أي هدف حتى نهاية الشوط الأول الذي كان فيه هو الأفضل. في الشوط الثاني أراد الصناعة الفوز بأي ثمن. الفواري كريست منح التقدم لفريقه بعد أن توغل في دفاعات نفط البصرة مسددا كرة أخطأ حارس الضيوف في التعامل معها. بعد هذا الهدف حاول نفط البصرة العودة بالنتيجة عن طريق أحمد زامل بكرة الرأسية، لكنه لم ينجح بهز الشباك. الضيوف بحثوا من جديد عن معادلة الكفة، لكن هذه المرة وقفت العارضة أمام رأسية أحمد زامل، لينتهي اللقاء بفوز الصناعة بهدف دون رد، واضعا بذات الوقت حدا لنتائجه السلبية. في المقابل تلقى نفط البصرة أول خسارة خارج القواعد هذا الموسم. مصطفى عصام، العراقية الرياضية. عبر الجهاز الفني ولاعبو الصناعة عن سعادتهم بتحقيق الانتصار على نفط البصرة، مؤكدين أن هذا الفوز سيدفعهم إلى الأمام للابتعاد عن مراكز الهبوط. أنا كان عندي هذه المباراة حقيقة كانت مباراة مهمة جدا ومفصلية بالنسبة للفريق. تدري نهاية مرحلة الفريق في آخر الترتيب، نحتاج إلى باور إلى دفع للأمام. قدرنا الحمد لله والشكر أن نوظف اللاعبين بصورة صحيحة، قدرنا نحصل على المباراة يعني بسهولة وبسلاسة يعني من خلال أداء الواجبات للاعبين، كانوا منظمين جدا يعني. حقيقة كل ما تحقق هو نتيجة للمباريات اللي سبقتنا. كل المباريات احنا كنا في حاله جيده باستثناء الشوط الثاني مع الجويه كنا مو غير جيدين، لكن كل المباريات اللي خضناها احنا كان استحقاقنا الفوز او التعادل. نقول هاي الفوز اجى مكمل للاداء اللي قدمناه ذيك المباريات. اتوقع فوز هذا عوده الصناعه الى المسار الصحيح. مباراتين صعبه، مباريات الجويه ومباراه الطلبه، فرق كبيره قدمنا مستوى لكن قدر الله ما شاء فعل. ان شاء الله نقول هاي انطلاقه الصناعه بهذا الموسم، وان شاء الله
انا اتوقع الصناعه راح يحقق مركز جيد يليق باسم نادي الصناعه. مثل ما تعرف انت مباراتنا السابقه مباراه مضغوطه مع فرق متصدره، فريق يعني الاداء العام الفني جيد للفريق، بس لكن مباراتنا يعني تعرف انت مع الفرق المتصدره ما تقدر تجاري هيك فرق. الحمد لله والشكر احنا ناخذ نقاط من الفرق اللي متقاربه علينا، الفرق اللي مستواها مش مستوانا، على مود يعني نلتقي بسلم الترتيب. الحمد لله والشكر اليوم اول 3 نقاط يعني بعد سلسله نتائج سلبيه، وان شاء الله القادم افضل. على الجانب الآخر، أوضح الجهاز الفني ولاعبو نفط البصرة أن ملعب المباراة هو السبب الرئيسي لخسارتهم أمام الصناعة، مؤكدين بذات الوقت أن ملعب المباراة لا يصلح للاعبي كرة القدم. هيك ملعب ويترخص؟ يعني هاي كارثة كرة القدم، شلون أريد يصير دور المحترفين؟ ملعب تكرمون ويكرم المشاهد ويكرم المستمع، يعني حصل ما تقدر تركض عليه. يعني معقولة؟ معقولة ترخص هيك ملعب يترخص؟ بعدين تجي الحالة انه الفريق سجل هدف راح ضم الكرات، نروح ندور على كرات، يعني هاكو امور مو منطقية، يعني والله مو منطقية وتخجل اصلا. يعني هسه فريق اليوم مو زين، فريق ما يقدر يلعب هيش ملعب. قدمنا احسن مباريات بنفس اللاعبين امام احسن الفرق اللي تلعب كرة قدم، احكي لك الفرق اللي تلعب كرة قدم، يعني مو الفرق اللي ما احكي لك على الفرق اللي تلعب كرة قدم يلعبوا كرة قدم، بس اليوم انا ما العب كرة، شلون العب كرة قدم يعني؟ هي كرة قدم يعني بالكرة لازم بالارض تلعب، يا ارض تلعب بها. اكيد ما متوقعين هاي الخسارة، احنا طامحين 3 نقاط بعد السلسلة النتائج الزينة، بس مثل ما تعرف ملعب الصناعة يعني ما يلعب به كرة قدم، خاصة يعني انا عندي لجنة التراخيص شلون يعني رخصوا هذا الملعب مالتي، يعني خليه يجون ويشوفون الملعب غير صالح للعب. يعني اعتقد شفتوا الاجواء، اجواء مال لعب. ملعب يعني مع الاسف عليك التراخيص شلون رخصت هيك الملعب؟ ما يلعب ارضيه ما يلعب بها. طبعا انا اليوم مو مستواي لان هذا الملعب ما يلعب عليه. يعني ما اعرف لجنة التراخيص شلون رخصت هيك الملعب ما اعرف. على كل مبروك لهم وهاربك لهم. وفي مباراة أخرى عاد فريق النفط إلى سكة الانتصارات بعد الفوز على ضيفه كربلاء بهدف دون رد بالمباراة التي جرت في ملعب الشعب الدولي. هذا وأعرب لاعبو النفط عن سعادتهم بعد الفوز والعودة لأجواء الانتصارات بعد مباراة صعبة أمام كربلاء. الحمد لله والشكر، أبارك للهيئة الإدارية والكادر التدريب واللاعبين على هذه الجهود اللي بذلوها بهذه المباراة. الحمد لله والشكر. جهدنا ما راح ببلاش، قدرنا نحقق 3 نقاط مهمة بنهاية المرحلة الأولى، إن شاء الله نمشي على هذا المسار ونحقق نقاط بالمباراة القادمة أمام نادي الكهرباء، وإن شاء الله القادم أفضل نادي النفط. مبروك إن هارد لك الكربلاء، فريق ممتاز شبابي، وإن شاء الله هاي بداية الرجوع لنادي النفط. نحتاج لنا بعد يعني إن شاء الله نحتاج لنا بعد مدرب جديد موجود. ان شاء الله نعيد، لان هذا الموقع يعني ما يليق بينا. مثل ما تعرف الحمد لله والشكر حققنا 3 نقاط، تحسن من وضعيتنا بالترتيب. مثل ما تعرف احنا فريقنا جاي مر باصعب الظروف، لكن الحمد لله والشكر قدرنا ان نتخطى هاي المباراه ونحصل على 3 نقاط. نقول الف مبروك لنادينا، الف مبروك للاب روح ابو شوقي، الف مبروك للكادر اللي عمل كل شيء هذا الاسبوع في سبيل حتى نطلع بصوره طيبه. الحمد لله وشكرا. نقول هارد لك الفريق كربلاء، فريق ممتاز يلعب كره حديثه، لكن الحمد لله وشكرا قدرنا احنا نتخطى هذا الشيء ونعبر هاي المرحله ب3 نقاط. في الجانب الاخر، اعتذر لاعبو كربلاء عن نتيجه مباراتهم امام النفط، وشكروا الهيئه الاداريه لما قدمته من تعاون وجهد كبير في تهيئه الاجواء المناسبه للفوز. بالتاكيد يعني شفتوا ما دار بالمباراه، كنا الافضل بالمباراه حقيقه، يعني ما نبخس حق النفط، فريق محترم النفط، مبروك للنفط هارد لكنه، لكن احنا علينا يعني نصلح بعض الاخطاء البسيطه حقيقه. الفريق ادى مباراه عاليه، ادى مباراه على مستوى عالي حقيقه، تشكر الهيئه الاداريه مهيئه كل الظروف للفريق، الكادر التدريبي وصل اللاعبين للجاهزيه التامه. الحمد لله والشكر، عندنا مباراه ننسى المباراه، عندنا مباراه ملعبنا امام نفط الوسط، يجب نصلح الوضع ونرجع الى سكه الانتصارات. مبروك للنفط هارد لكنا ان شاء الله. كنا نتامل ب3 نقاط، مباراه يعني فريقنا قدم مستوى جيد، بس تعرف اخر اللحظات ما دخلت الكره. الحمد لله نصحح الاخطاء، الدوري مضغوط كل 5 ايام مباراه، ننسى المباراه، نحاول نركز على مباراتنا، عندنا مباريات صعبه، مباريات كاس، فاكيد ان شاء الله راح نصحح الاخطاء ونعوض بالمباريات القادمه. ضيعنا اكثر من فرصه، كنا اقل شيء نستحق التعادل على الاقل نقطه،
نقول الحمد لله وشكر على كل حال. هارد لك كربلاء، الف مبروك النفط، ان شاء الله نعوض من المباريات القادمه، وهذا دوري طويل نجمع به نقاط، وان شاء الله نقول القادم افضل للكربلاء. تغلبت سيدات فريق القوة الجوية لكرة الصالات على سيدات الزوراء بأربعة أهداف مقابل ثلاثة ضمن منافسات الدوري الممتاز لكرة الصالات. أحرز أهداف القوة الجوية طيبة سليم هدفين وتبارك مؤيد وروان وليد، بينما جاءت أهداف الزوراء عن طريق العائدة من الاحتراف شؤخان نور الدين هدفين وميس مهدي. بهذا الانتصار ارتقى القوة الجوية للصدارة، بينما تراجع الزوراء للوصافة. يذكر أن مسابقة الدوري تشهد هذا الموسم مشاركة ضعيفة وصلت لستة أندية فقط. وصل منتخبنا الوطني لكرة السلة إلى مطار بغداد الدولي قادما من العاصمة القطرية الدوحة، حاملا ثلاثة انتصارات في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس آسيا ضمن منافسات المجموعة الخامسة المقامة في الدوحة، ليضمن مقعده في التصفيات الآسيوية الحاسمة. جهود جبارة بذلت من قبل اللاعبين، من قبل الإداريين، من قبل الهيئة الإدارية للاتحاد، إنجاز غير مسبوق، تحققت بسفرة واحدة إنجازين، البطولة العربية 3-3، وكذلك الصعود إلى نهايات كأس آسيا، ومن ثم إن شاء الله إلى نهايات كأس العالم. صراحة اللاعبين صراحة ما قصروا في هذه البطولة، وبدورنا نشكر جميع من ساهم في هذا الإنجاز، وكذلك من تابع هذا الإنجاز وسأل عن الوفد الرياضي، سواء كان من قبل السيد الوزير أو من قبل السيد رئيس الوزراء أو من قبل الإعلاميين أو من قبل كافة المؤسسات الراعية للرياضة. النتيجة كانت نتيجة ممتازة، خاصة باللعبة 3-3 لأول مرة طبعا نشارك بطولة عربية، والحمد لله حققنا المركز الأول، وهي نتيجة كبيرة تعتبر يعني بالنسبة لنا، وطبعا هاي رفعت من الروح المعنوية للفريق. فمن جينا للتصفيات كان الحالة المعنوية للفريق ممتازة جدا يعني، والحمد لله الفريق الوحيد اللي من الفرق الستة اللي ما خسر بهاي التجمع يعني، فاز بالمباراة ثلاثتهن وبأداء جيد وأداء فني ممتاز، والحمد لله إن شاء الله يعني تكون هاي بداية يعني تألق كبير لكرة السلة العراقية إن شاء الله. تحقق ذلك في بطولة العرب الأولى في 3-3، وبطولة والبطولة اللي تجمع التجمع في الدوحة الثانية والمؤهل إلى نهائيات آسيا، وبالدرجة الكاملة بالمركز الأول، وهذا الشيء لم يحدث من زمان، وأعتقد يعني هؤلاء اللاعبين يستحقون أن يكرموا معنويا وماديا بمستوى تكريم بطولة الخليج بكرة القدم، لأن الفريق هذا أحرز بطولة الخليج بالفعل، ونحن أيضا فزنا على كافة فرق الخليج، بل إن فرق الخليج في كرة السلة هي الفرق الأولى الأساسية، وليست فرق الظل ولا الفرق الثانية بكامل قوتهم. حقق فريق ديالى الفوز على فريق كربلاء ب 25 هدفا مقابل 23 في مباراة الدور الأول للمرحلة الثانية من الدوري الممتاز لكرة اليد. استضاف نادي ديالى بكرة اليد ضمن دوري النخبة العراقي نادي كربلاء في مباراة امتازت بالندية والإثارة بين الطرفين، لينتهي الشوط الأول بتغلب الضيوف على أصحاب الأرض والجمهور ب 12 هدفا مقابل 10 أهداف. الشوط أول مميز قدمناه نادي كربلاء ضد نادي ديالى، نادي ديالى من الفرق القوية والعنيدة على أرضها قدام جمهورها، ويعني هي من الفرق المتمكنة على أرضها. الحمد لله والشكر قدرنا نقدم مستوى جيد بالشوط الأول، الشوط الثاني إن شاء الله راح نجاريهم نفس المستوى نفس الأداء، تغيير بعض طرق الدفاع بعض طرق الهجوم، والله يقدم البخير حقيقة. مثل ما شفت الشوط الأول صار عندنا بعض الأرباك، يعني صار تقريبا شهر ونص شهرين ما لاعبين لا مباراة تجريبية ولا من خلصة المرحلة الأولى. الشوط الثاني المدرب خلانا حلول، قدرنا نستلم الفارق من بداية الشوط الثاني. أبارك الإدارة وللجمهور هذا الوفي الكبير بصراحة اللي ما أزر يعني. نوعد الجمهور إن شاء الله والإدارة إن شاء الله بالمربع الذهبي موجودين نادي ديالى. وفي الشوط الثاني استطاع نادي ديالى من مضاعفة هجمات ليسجل أكبر عدد من الأهداف على منافسه نادي كربلاء وسط حضور جماهيري كبير، مستغلا
أخطأ ضيوفه لتنتهي المباراة بتغلب أصحاب الأرض والجمهور على نادي كربلاء ب25 هدفا مقابل 23. كربلاء فريق محترم، كادر محترم، لاعبين محترمين، لكن ردنا نعزز نقاطنا ومركزنا بالدوري، فردنا نحافظ على مركزنا، أهم شيء ناخذ 3 نقاط الأولى، والحمد لله توفقنا. مبروك الفريق ديالة على الفوز، هارد لك فريقنا اللي قدم مباراة يمكن يا قمة. قدرنا الشوط الأول نكون متقدمين طول فترة الشوط لحد ما انتهى فرق 2، حسبنا حساب انه فريق دياله ما راح يستسلم بارضه وقدام جمهوره، قدموا مستوى جيد، كل اللي رسمته بالمباراه توقعته هو اللي حصل، لكن ما يقارب 6 أو 7 انفرادات، حارس دياله كان يعني بيومه، ضيعنا فرص سهله ادت الى خساره الفريق، لكن كمستوى فني فريق كربلاء اليوم قدم يمكن افضل مباراه له بالدوري. في أولى مباريات المرحلة الثانية من منافسات الدوري الممتاز بكرة اليد، استطاع نادي ديالة من خطف نقاط المباراة 3 أمام منافسه نادي كربلاء ليتبادل الأدوار والمراكز ليكون في المركز الرابع. من محافظة ديالة، دريد المعموري، العراقي الرياضي. حقق فريق مصافي الشمال فوزا ثمينا على فريق خيبيل اليمني ب3 أشواط لـ1 ضمن منافسات بطولة الأندية العربية للكرة الطائرة المقامة منافساتها حاليا في العاصمة المصرية القاهرة. وجاء فوز مصافي الشمال بواقع 25-16، 28-30، و28-26، و25-12. تغلب فريق شرطة بغداد على فريق الحدود بهدف دون رد في ختام بطولة وزير الداخلية بكرة القدم. نتابع. داخلية الأبطال كانوا وما زالوا يسطرون الملاحم البطولية لحماية أمن وسيادة العراق ليكملوا مسيرتهم المشرقة في ميدان الرياضة ضمن منافسات بطولة كأس وزير الداخلية بكرة القدم بمشاركة الفرق التابعة للوزارة. نحن سواقين أنه إضافة إلى عملهم الأمني لابد أن تكون هناك حركة ونشاط رياضي، باعتبار الرياضة هي جزء حساس من حياة الإنسان، وكذلك أنه لابد أن يكون منتسب الشرطة وضابط الشرطة بمستوى اللياقة البدنية ليستطيع أن يؤدي عمله في وزارة الداخلية. أشهر عدة تنافست الفرق فيما بينها، إذ شكلت طابع مميز ومشرق بطريقة اللعب. اقتربت المسابقة من النهاية ليصل إلى ختامها فريق شرطة بغداد وفريق شرطة الحدود. الشوط الأول انطلق لتبدأ معه رحلة الفريقين سيما لبغداد بعد أن شن هجوما مكثفا على منافسه الحدودي الذي نجح من البقاء محافظا على مناطقه مؤمنة طيلة هذا الشوط ليبقى سلبيا بين الفريقين. الشوط الثاني كان مغايرا تماما للشوط السابق، الأصفر الحدودي يثقل شرطة بغداد بطلعات كانت قريبة من إصابة الهدف، دفاعات بغداد نجحت بإبعاد هذا الخطر ليعكسوا هذا الشيء بهجمات استثمرها عمار عبد الزهرة بتسجيل هدف التقدم لهم. المتأخر لم يرفع راية الاستسلام بل زاد من تقدمه وانتشاره وإخطار المتقدم لأكثر من مرة، لكن كل هذه الأمور حالت دون تحقيق المراد لتنتهي هذه المواجهة بالهدف الوحيد لشرطة بغداد. هذا هو مكسب للجميع، هي بطولة لوزارة الداخلية فمكسب للجميع، احنا نكون اول او نكون ثاني هذا لا فرق، ومبروك للاول ومبروك للثاني ايضا. المباراة النهائية هي الفائز الـ3 نقاط، احنا طموحنا للبطولة، هذا جهد الموسم كامل والحمد لله تحقق بغض النظر، مع كل احترامات فريق شرطة نجف فريق جيد ادى ما عليه، لكن هي دائما ينذكر المركز الاول. احنا ما محظوظين شنا اليوم، مباراة جيد جدا يعني استمتع بها الجمهور، واحنا قدمنا اللي علينا بس كان الحظ مو حليفنا، نقول لهم مبروك وهذا لكنا. الورقة الأخيرة من المسابقة شهدت توزيع درع البطولة والذي حمله فريق شرطة بغداد ليكون وصيفا له فريق شرطة الحدود. زيد غالب، العراقية الرياضية، بغداد. اتفقت الحكومة المحلية في واسط واتحاد كرة القدم على إنشاء مركز تخصصي للفئات العمرية، جاء ذلك خلال مؤتمر رياضي.
بحضور رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، عقدت الحكومة المحلية في واسط مؤتمرها الرياضي الموسع والهادف لمناقشة الخطط الفاعلة ووضع البرامج الكفيلة التي تسهم بالنهوض والارتقاء بالواقع الكروي في المحافظة، ومنها إطلاق مشروع الحلم لرعاية المواهب الكروية للفئات العمرية. وجود اليوم السيد رئيس الاتحاد يعطي دعم كبير للاتحادات الفرعية، يعطي دعم كبير لقطاع الشباب، وإن شاء الله مشروع المركز التخصصي اللي هو مشروع الحلم راح يكون انطلاقته من واسط، وإن شاء الله سينفذ بشكل حقيقي. اتفاق مشترك عقد ما بين الحكومة المحلية واتحاد كرة القدم على إنشاء مركز تخصصي لكرة القدم في واسط بعد حصول الموافقات الأولية لتخصيص مساحة أرض يشيد فيها هذا المركز الذي سيضم ملاعب للتدريب وجناحا إداريا متكامل. هذا ما تحقق اليوم بتخصيص قطعة أرض لمساحة 20 دونم لإنشاء المركز التخصصي لاتحاد كرة القدم للعمل بمشروع الحلم اللي يسعى اتحاد كرة القدم العمل به بالشراكة مع رابطة الدوري الإسباني خلال المرحلة القادمة. اليوم هي مناسبة لإطلاق هذا المشروع الذي ذكره الكابتن عدنان دلجالو المحافظ، وهذا المركز التخصيص قطعة أرض لتكون هذا مركز للدراسات والمشاريع الاستراتيجية لتطوير الرياضة والدراسات. وعلى ضوء هذا المؤتمر تم تكريم عدد من الأبطال الرياضيين في ألعاب مختلفة والذين حققوا للمحافظة إنجازات عدة في البطولات المحلية. من محافظة واسط العراقية الرياضية، ميثاق الزريجي. قبل ختام هذه النشرة مشاهدينا، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. القوة الجوية يعود لصدارة الدوري الممتاز، والزوراء يواصل إهدار النقاط بتعادله أمام الكرخ. في كلاسيكو السيدات، القوة الجوية يحقق الفوز على الزوراء في دوري الصالات. مصافي الشمال يفوز على خبيل اليمني في منافسات بطولة الأندية العربية للكرة الطائرة. مشاهدينا الكرام، للمزيد من الأخبار وإبداء الآراء والملاحظات حول نشراتنا يمكنكم متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك واليوتيوب والإنستغرام. دمتم بخير، إلى اللقاء.